أهلا بكم إلى العراقية السورية. خرج اجتماع الائتلاف السوري المعارض في إسطنبول بخبرين أساسيين. الأول الموافقة على المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بشروط، منها أن يؤدي الحوار مع السلطة إلى عملية سياسية انتقالية وإلى رحيل النظام وكل رموزه. والخبر الثاني الخلافات الحادة التي وصلت إلى حد توجيه رئيس الائتلاف السابق أحمد معاذ الخطيب صفعة إلى المتحدث الرسمي باسم الجيش الحر لؤي المقداد. تعدد وجهات النظر داخل صفوف المعارضة يعود إلى مواقف دولية تعارض عقد جنيف 2. من هنا يبرز الدور الفرنسي، كما التصاريح الإسرائيلية المعلنة. هل تتلاقى مع الآراء السعودية بشأن عقد المؤتمر؟ هذا في الموضوع السوري. أما عراقيا فقد كان لافتا إعلان موافقة لجنة إعداد مسودة دستور إقليم كردستان على مادة جديدة في الدستور تضمن للمسيحيين إدارة المناطق التي يمثلون فيها الغالبية بأنفسهم عبر إقرار نظام الحكم الذاتي. وقبل البداية نتوقف مع موجز لآخر الأنباء والزميل علي علوي. علي يعطيك العافية، تفضل. شكرا سلمى، تحية طيبة لك وللمشاهدين. اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدد من النقاط بما يخص برنامج طهران النووي، ومن أبرز نقاط الاتفاق تقديم معلومات والسماح بزيارة منجم جيتشن في بندر عباس، كما ينص الاتفاق على السماح بزيارة معمل إنتاج الماء الثقيل في منشأة أراك، إضافة إلى تقديم معلومات عن كافة المفاعلات البحثية الجديدة والمواقع 16 التي تنوي طهران بناء مفاعلات فيها. ويفرض الاتفاق تقديم طهران توضيحات حول بيانها المتعلق بمنشآت تخصيب اليورانيوم الجديدة والتخصيب الليزري. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حمل إيران مسؤولية عدم التوصل إلى توقيع اتفاق في جنيف. أضاف كيري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي أن واشنطن ليست في سباق لاستكمال المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، مطمئنا دول الخليج بالقول أن بلاده ستدافع عن حلفائها ولن تقوض علاقتها مع حلفائها العرب. وفي القدس المحتلة التي وصلها وفد أمريكي لطمأنة إسرائيل، جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعبير عن غضبه إزاء ما سماه الصفقة السيئة والخطرة بين إيران والدول الست الكبرى، معتبرا أنها لا تضمن تراجع المشروع النووي الإيراني. وأضاف نتنياهو أن هناك الكثير من الزعماء العرب في المنطقة الذين يقولون أن هذه صفقة سيئة. طلب ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني راحل ياسر عرفات السلطة الفلسطينية باتخاذ موقف سياسي واضح يدين إسرائيل لمسؤوليتها عن مقتل عرفات بعد إثبات وجود مادة البولونيوم المشع في رفاته. القدوة وخلال مؤتمر صحفي عقده في مؤسسة ياسر عرفات التي يرأسها قال أن تقرير المعهد السويسري الذي صدر قبل أيام كاف لتأكيد أن الرئيس الفلسطيني الراحل قتل مسموما بمادة البولونيوم، متهما إسرائيل بتسميمه. وصل طاقم الطرادي الروسي فارياج إلى الإسكندرية اليوم، ومن المتوقع أن يبقى فيها 6 أيام وبعدها يواصل إبحاره في البحر المتوسط. وصول الطاقم الروسي يتزامن مع زيارة رسمية تبدأ غدا لوزيري خارجية ودفاع روسيا سيرجي لافروف وسيرجي شويغو إلى مصر لإجراء محادثات مع نظيريهما المصريين نبيل فهمي والفريق أول عبد الفتاح السيسي. وبحسب الصحف الروسية فإن موسكو قدمت عرضا للقاهرة يشمل صفقة تختار مصر بموجبها نوع السلاح الذي ترغب فيه. أعلن مسؤولون في حركة طالبان الباكستانية مقتل نصير الدين حقاني نجلي جلال الدين حقاني زعيم حركة حقاني المرتبطة بالحركة الأفغانية المتمردة والمدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة. مسؤولو طالبان قالوا أن مسلحين قتلوا نصير الدين حقاني في ضواحي إسلام أباد يوم أمس.
شكرا لكم على حسن المتابعة. عودة إلى النشرة السورية العراقية مع سلمى. إلى سوريا، فبعد اجتماعات على مدى يومين أعلن الائتلاف السوري المعارض موافقته على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، لكنه اشترط أن يؤدي المؤتمر إلى عملية سياسية انتقالية تفضي إلى نقل السلطة إلى هيئة حكم كاملة الصلاحيات بما فيها الرئاسية ورحيل النظام ورموزه كافة. من جهة ثانية، ذكرت شبكة أخبار حلب وريفها التابعة للمعارضة السورية أن خلافا نشب بين رئيس الائتلاف أحمد الجربة والمنسق الإعلامي للجيش الحر لؤي المقداد بشأن تمثيل هيئة الأركان. وأضاف المصدر أن الجربة صفع المقداد الذي طالب الشرطة التركية بفتح تحقيق. على أهمية موافقة الائتلاف السوري المعارض فجرا على المشاركة في مؤتمر جنيف 2، طغت أنباء ضرب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة لرئيس كتلة الجيش الحر والناطق الرسمي باسم هذا الجيش لؤي مقداد على نتائج الاجتماعات. وكالات الأنباء ومواقع المعارضة نفسها نقلت هذا الخبر مشيرة إلى أن رئيس الائتلاف صفع ممثل الجيش الحر على وجهه، صفعة دوت لها القاعة لقوتها وقربها من الميكروفونات. وبعد الصفعة حال أعضاء هيئة الرئاسة بين الرجلين، ثم حوصر لؤي مقداد لمنعه من طلب تدخل الشرطة التركية كما كان يتوعد. ويؤكد أعضاء في الائتلاف أن مسألة انضمام أعضاء المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف كانت شعرة التي قسمت ظهر البعير بين الرجلين بعد تراكم التوتر فيما بينهما. وأشارت إلى أن الجرب أصر على انضمام 11 عضوا كرديا إضافيا إلى الائتلاف قبل التصويت على موضوع المشاركة في المؤتمر الدولي، علما أن هؤلاء الأعضاء مؤيدون بقوة للمشاركة في جنيف 2، بينما يعارض ممثلو الجيش الحر بقوة هذه المشاركة. هذه الحادثة جاءت بعد انتهاء وقت الاجتماعات بساعات، في وقت صدر عن الائتلاف السوري المعارض بيان فجرا أعلن موافقته على المشاركة في جنيف 2. وكان المتحدث باسم الائتلاف خالد الصالح قد أعلن أن الائتلاف لن يشارك في المؤتمر الدولي من دون دعم المجموعات المسلحة. وأعلن أن الائتلاف شكل وفدين سيزوران سوريا لبحث إمكانية الذهاب إلى جنيف مع قادة من كتائب الجيش الحر. ويشار إلى أن الجماعات الإسلامية الكبرى كانت قد أعلنت رفضها لمحادثات جنيف، وقال بعضها إن كل من يشارك في المؤتمر سيتهم بالخيانة. ومن دمشق ينضم إلينا عضو المجلس الشعب السوري فايز الصايغ. أهلا بك سيد الصايغ. عملية انتقال للسلطة بصلاحيات كاملة ورحيل النظام، هذا ما وصلت إليه أو هذا البيان لاجتماعات اسطنبول، هذا طبيعي ومنطقي طرح المعارضة السورية. طيب ما ردت فعل دمشق في هذا الخصوص؟ أولا، فكرة وضع شروط مسبقة للذهاب إلى جنيف هي فكرة تهدف إلى نسف المؤتمر. ثانيا، يبدو أنهم يضعون نتائج مسبقة كما يشتهون لفرضها على الأطراف التي تريد التحاور حول مستقبل سوريا. لذلك مؤشرات مشاركة الائتلاف وجماعة المعارضة الخارجية مؤشرات واضحة تهدف إلى نسف المؤتمر وعدم التوصل إلى نتائج معينة. الطرف الذي يحق له أن يضع شروط هي الدولة السورية، ولم تضع شروط، قالت سأشارك بدون شروط مسبقة نهائيا، بما ينسجم مع ما نص عليه اتفاق جنيف 1 وبما يسهل انعقاد جنيف 2 للخروج من هذه الأزمة. على أي حال، الوفد السوري عندما يذهب إلى جنيف سوف يعني يتحاور مع أسياد هؤلاء، مع الذين قالوا أننا نحن الذين ألفنا الائتلاف ونحن الذين نستطيع حل هذا الائتلاف عندما تتعارض خطواته وتتعارض مواقفه مع التوجه الدولي القائم حاليا خصوصا بين أمريكا وروسيا. طيب. سيد الكريم، هذا الكلام مهم جدا، لكن ذكرت أن يحق للدولة السورية أن تفرض شروط، لماذا الدولة السورية وهي طرف الآن؟ هناك من يعارض وجود الدولة السورية، وأصلا بقاء الرئيس السوري بشار الأسد هو بحد ذاته شرط. أولا، هؤلاء ليس لهم الحق نهائيا
من حيث المبدأ وهي على أي أساس أنا. تقول على أي أساس سيدي؟ أنا عم أقول وجهة نظري. أنا نعم. عضو مجلس شعب وصحفي ومتابع وبشتغل سياسة في كثير من الأحيان أو بشتغل برلمان في بعض الأحيان وسياسة دائما. أقول ما أعرف يعني ما يجب أن يقال من خلال قناعاتي. أن سوريا تعرف تماما أنها سوف تذهب إلى جنيف لتتحاور مع الدول الكبرى التي صنعت هؤلاء، فهي تتحاور مع السيد وليس مع العبد. هذا من حيث المبدأ، لذلك لم تضع على السيد شروط، لأنها تملك من يضع شروط يعني لا يملك كل الحقيقة، لأنه يحاول تحصين نفسه سلفا. سوريا لم تضع شروط لأنها تملك الحقائق التي على الأرض، الحقائق التي وصلت للعالم وقسم منها لا يزال موجود في لدى روسيا مثلا، وقسم موجود على الأرض وله يعني مستندات ووثائق عملية. إذن من يحق له أن يضع شروط لم يضع شروط، من يحق له أن يضع يعني بنود للمشاركة لم يضع بنود، يريد أن تنجح هذه العملية من جهة، ويريد أن يؤكد مصداقيته أمام المجتمع الدولي، ويريد أن يتابع ما توصل إليه جنيف واحد، لأن سوريا اعترفت بجنيف واحد وما توصل إليه الاتفاق الروسي الأمريكي، وهي تتابع الآن ما ينبغي الموافقة عليه، وفككت السلاح الكيماوي لكي تنجح هذه العملية من جهة، ولكي تؤسس في منطقة الشرق الأوسط. لكن هذه المعارضة وهذه الاحتجاجات أو حتى الثورة، سميها ما شئت سيد الكريم، لم تقم من أجل سلاح كيماوي، قامت من أجل إسقاط النظام ومن أجل إسقاط رئيس هذا النظام السيد بشار الأسد. إسقاط النظام لا يمكن أن يتم عن طريق عصابات وعن طريق الإرهاب. إسقاط النظام لا يمكن أن يتم عن طريق توريد السلاح من الخارج. الحديث عن الديمقراطية لا يأتي به من لا يعرف صندوق، من لا يعرف صندوق الاقتراع. من يملك الحرية هو صاحب القرار الأساسي، هو الشعب السوري، سواء كان فيما يتصل ببقاء الرئيس بشار الأسد أو بعدم بقائه. طيب، هذا الشرط من قبل المعارضة سيد فايز، هل هو بوجه دمشق أم بوجه المجتمع الدولي، ومن يقف وراء المعارضة اليوم في إسطنبول؟ المعارضة حتى أمس لم توافق على المشاركة في جنيف، وجاءتهم ضغوط من الدول التي صنعتهم وصورتهم وسوقتهم أن تشاركوا، فدخلوا في صراعات داخلية، ومنها لطم الجربة للناطق الإعلامي. وهناك في جنيف سوف يلطمون بعضهم أكثر، لأنه أصلا لا يملكون لا قاعدة فكرية ولا قاعدة جماهيرية ولا قاعدة أرضية في سوريا. إذا كانوا يعتقدون أنهم يستثمرون الجماعات المسلحة لهدف سياسي، فالجماعات المسلحة لن تأتمر بأوامرهم. البغدادي الذي تمرد على الظواهر لا يمكن أن يطيع الجربة بأي شكل. طيب، من هذا الأكثر. الكلام سيد الكريم هو من قبيل يعني اسمح لي الشماتة بالمعارضة السورية، أم أن فعلا تريدون أن يكون هناك معارضة وتذهبوا سويا إلى جنيف؟ نتمنى أن تكون هناك معارضة غير ملوثة بالدم، معارضة من الداخل السوري لديها من الداخل السوري تتهم بأنها هي تحت جناح النظام. يعني عن من المعارض قدري جميل يعني على سبيل المثال للحصر هو نائب الحكومة، كان عن أي معارض؟ نائب رئيس الحكومة. نعم، لأنه نائب رئيس الحكومة، والوزير علي حيدر موجود في الحكومة أيضا. اسمحي لي لكمل بس فكرتي. نائب رئيس الحكومة ووزير في الحكومة، الوزير باقي وزير، ونائب رئيس الحكومة ذهب إلى موسكو مرارا وهو نائب رئيس حكومة، وذهب إلى مؤتمر طهران للحوار وهو نائب رئيس حكومة. على أي حال، عندما يتصل نائب رئيس حكومة سورية بالجانب الأمريكي رسمي حكومي أمريكي دون العودة إلى الحكومة السورية، فهذا يحمل مآخذ أخرى، يحاول أن يعني يضع الحكومة السورية في موقف لم تقرره بشكل جماعي ولم تفوضه به، وهذا أمر يعني اتصال خارجي دولي. أما في كل ما يتصل بشأنه كمعارضة لم تتدخل فيه السلطة. على أي حال، الآن قدر جميل في المعارضة وسوف يكون في دمشق.
المهم المعارضة الداخلية التي يعترف عليها المجتمع السوري معارضة وطنية، المهم المعارضة التي تملك برنامجا سياسيا ينافس برنامج الحكومة وينافس برنامج النظام، وبالتالي يقدم خيارات أفضل، ليست المعارضة التي تسلح من الخارج ويصرف عليها. على كل حال صدر تفويض من أحزاب معارضة بتفويض السيد قدري جميل. طيب ما الحل في حال، يعني إلى أي مدى يمكن لمؤتمر اسطنبول، للمجتمعين في مؤتمر اسطنبول أن يعرقلوا جنيف 2؟ كيف ستتعاطى دمشق مع هذا الواقع؟ العرقلة بدأت. مجرد الاتفاق على حضور، مجرد أن المشاركة في الحضور وهم كانوا يرفضون علنا، هذا يعني أن قوى ما ضغطت عليهم ويحاولون أن يتملصوا من هذا الضغط. من هي هذه القوى التي ضغطت؟ تقصد الولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها المجتمع الدولي الأوروبي الذي ينضوي تحت اللواء الأمريكي. طب وماذا عن السعودية إذا كانت تعارض الذهاب إلى جنيف 2؟ وماذا عن فرنسا أيضا كدولة أوروبية أساسية أيضا تعارض؟ السعودية بدأت تشعر بالخطر الداهم على تكوينها وعلى أدائها السياسي في المنطقة، وبدأ الذين يعني يحاولون الحفاظ على هيبة السعودية بدأوا نصحها، ومن بينهم مراكز قوى في الإدارة الأمريكية ومسؤولين أمريكيين، بأن جنيف 2 مخرج للسعودية قبل أن يكون مخرج للمعارضة، وبالتالي ينبغي أن تستثمر أو تغتنم أو تستغل السعودية هذا المخرج الآمن الذي وفرته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عرضها على السعودية الانخراط في عملية جنيف. السعودية استأثرت بالائتلاف وهي تعرف تماما من خلال التمويل، تعرف سطوة القرار السعودي عليهم، وبالتالي تحاول قدر الإمكان أن تجد مخارج لقناعات كانت ترفضها، خصوصا أن إيران والولايات المتحدة وخمسة زائد واحد قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، وهذا أيضا يعني ربما يشكل صفعة، إذا أردت أن لا أسميها صفعة، موقف جديد محرج للسعودية ينبغي استثماره. كيف سيترجم برأيك؟ كيف، على أي أساس ينبغي استثماره؟ يعني ما هو المنتظر؟ تدوير الزوايا السعودية باتجاه مؤتمر جنيف، تدوير الزوايا السعودية باتجاه مؤتمر جنيف والقبول بالمشاركة مع فرض هذه الشروط التي من شأنها أن تنسف المؤتمر. طيب إذا لم يعقد جنيف 2، طالما أن هناك العرقلة على قدم وساق سواء من دول عربية وإقليمية وحتى أوروبية، طيب ما البديل عن جنيف 2 اليوم؟ لا، جنيف 2 سواء عقد أو لم يعقد، هناك بديل يؤمن به السوريون تماما، سواء عقد جنيف أو لم يعقد. الماكينة العسكرية السورية التي تحقق تقدما يوميا على الساحة، يعرفوا المعارضون المسلحون، أو هم ليسوا المعارضين المسلحين، يعرفوا المجمعات الإسلامية الإرهابية المسلحة كيف يمكن للجيش السوري أن يصلهم، وبالتالي يبحثون يعني عن مخارج للحالة التي وصلوا إليها. لا يوجد مكان في سوريا تقدم فيه الجيش وهناك إعلان عن انسحابه منها. يعني لا بديل إلا الحسم الميداني، هذا ما تود أن تقوله، الحسم الميداني هو البديل عن جنيف 2؟ أنا أقول جنيف أولا، لكن إذا فشلت الإرادة الدولية في تحقيق جنيف، الخيار العسكري المتقدم الآن على الساحة السورية سوف يستمر، وبالنهاية لا يمكن أن تقبل سوريا بأي إرهاب على أراضيها من الحدود إلى الحدود مهما كلف الأمر، وهذا قرار ليس قرار مؤسسة عسكرية، هو قرار مؤسسة عسكرية يحتضنه الشعب وبناء على إرادة الشعب السوري. يحتضنه الشعب، ولكن هناك انعكاسات لهذا الوضع الميداني سواء على الصعيد الاقتصادي، سواء على صعيد الأرواح والضحايا، سواء على عدة مستويات. يعني صحيح، لذلك نقبل بجنيف 2 وجنيف 3 ولن نضع شروط، وسنعطي العملية السياسية أبعادها الكاملة، لكن ماذا لو عجز المجتمع الدولي عن الوصول إلى قرار، وهو أهم القرارات التي ينبغي على مؤتمر جنيف أن يعالجها، وهو وقف الإمداد
العسكري والمالي والمسلحين للمسلحين، بمعنى وقف امداد الارهاب. كل العالم يتحدث عن مقاومة الإرهاب، لا بل على العكس نتطلع إلى جنيف 2 كي يتخذ قرارا دوليا تساهم في الدول الكبرى في مكافحة الإرهاب في الداخل السوري، لأن مكافحة الإرهاب في الداخل السوري هو عملية أممية تخدم كل دول المنطقة باعتبار أن إرهابي هذه الدول موجودين على الأرض السورية. طيب تقدم الجيش والتطور الميداني على الأرض، الجيش السوري إلى جانب حزب الله في سوريا، هل يعني أنتم مطمئنون لسير العملية العسكرية؟ وهذه جرأة زائدة لكم؟ أولا يعني إدخال حزب الله في عمل الجيش اليومي إدخال غير صحيح. إدخال حزب الله، زج حزب الله في كل العمليات العسكرية، أنا لم أفصل يوميا أو أسبوعيا، أنا تكلمت بشكل عام بناء على كلام الأمين العام للحزب وبناء على المسؤولين السوريين. أوكي أنا موافق، تدخل حزب الله له ميدان وأماكن معينة والباقي يتكفل به الجيش. الجيش السوري مصمم على استكمال العملية العسكرية لطرد الإرهاب من أراضيه. إذا كان عن طريق جنيف وعن طريق عملية سياسية متوازنة كما بدأ المجتمع الدولي يتحدث عنها أنها عملية سياسية يقودها السوريون وينفذها السوريون، يحتكم السوريون، هم يرسمون مستقبلهم، فهذا يعني أمر مرحب به من كل الشعب السوري. نعم. وأنا أعتقد كما ذكرت منذ قليل نتطلع إلى جنيف لاتخاذ قرار دولي أممي تشارك في أمريكا وروسيا وأوروبا أن الإرهاب الذي يدينونه ويتخوفون منه أن يعود إلى أراضيهم إرهاب مرفوض، يجب أن يكافح، يجب القضاء عليه، يجب اتخاذ قرارات سياسية، يجب أن يتخذ أن تحمل قرارات جنيف إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار أممي جماعي، وبالتالي يعني اتخاذ قرار أممي بمنع امداد الإرهاب ووقف المساعدات عنه ووقف تمويله ووقف تدريبه. وكل الدول التي تدرب وتمول باتت معروفة، وعلى هذه أشكرك. الدول أن تواجه المجتمع الدولي. فايز الصايغ عضو مجلس الشعب السوري كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. كان من المتوقع أن اتفاقا إيرانيا دوليا بشأن البرنامج النووي سيبصر النور، لكن شروط اللحظة الأخيرة عرقلت ذلك. المواقف الإسرائيلية والفرنسية كانت واضحة تجاه هذا الموضوع، تلاقت مع وجهة النظر السعودية. اليوم يحكى عن دور مماثل لتعطيل جنيف 2 لحل الأزمة السورية. مليار دولار هي قيمة آخر صفقة عسكرية فرنسية مع السعودية. قبلها كانت العلاقات التجارية والعسكرية القطرية الفرنسية محور انتقاد فيما لا يقل عن 3 كتب صدرت حديثا في باريس. تفاقم الوضع حين اكتشفت فرنسا أن بعضا ممن تشجعهم على القتال في سوريا هم أنفسهم من قاتلوا جيشها في مالي بأفريقيا. الآن يحاول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس رد الاتهامات التي تتهم بلاده بعرقلة الاتفاق مع إيران. فابيوس يقول إن فرنسا ليست معزولة ولا تابعة، بالنسبة لنا الأمر واضح، الاتفاق يجب أن يسمح لإيران ببرنامج نووي سلمي، لكن لا يمكن القبول بقنبلة نووية. منتقدو فرنسا قالوا إن باريس وإسرائيل والسعودية تسعى لعرقلة الاتفاق النووي عبر فرض شروط، تماما كما قالوا سابقا إن العلاقات التجارية بين فرنسا وقطر ومصالحها الدولية هي التي دفعت صوب فتح أبوابها لأول سفارة للائتلاف السوري المعارض في الغرب وللقول بضرورة تنحي الرئيس الأسد. صحيح أن باريس فتحت أخيرا كما معظم الدول الأوروبية خطوطا أمنية مع دمشق لمكافحة الإرهاب، ولكن الموقف السياسي لا يزال تصادميا. وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال صراحة إن بلاده محت أوروبا من خريطة العالم. السؤال الأهم يبقى، ماذا لو قررت فرنسا والسعودية وإسرائيل الاستمرار في عرقلة الاتفاق الإيراني الدولي؟ من سيدفع الثمن؟ يخوض الجيش السوري اشتباكات يومية مع الجيش الحر في برزة شمال العاصمة، ورغم صعوبة التقدم إلا أنه سجل تقدم مع فك الحصار عن القناة التربوية إلى الجنوب من مشفى تشرين العسكري، كما استهدفت وحدات من الجيش السوري ظهرة المصطاح وحققت تقدما مهما مهما فيه.
برزها من أبرز الجبهات المشتعلة في محيط دمشق. الجيش السوري يخوض اشتباكات شبه يومية مع عناصر من الجيش الحر، تحديدا مع كتيبة القعقاع ولواء الإسلام، كما يظهر ذلك في الكتابات على جدران هذه المنازل. تقدم بطيء يحققه الجيش السوري، لكنه مهم وخصوصا مع فك الحصار عن القناة التربوية إلى الجنوب من مشفى تشرين العسكري. تربوي كانت محاصرة، من ظلت محاصرة لفترة 4 شهور. الحمد لله تقدمنا بفضل الله وبفضل الشباب الطيبة، وأخذنا المناطق كلها، هي كانت للمسلحين كمان. صرنا عم نوصل للإمداد، وصرنا هلق متواجدين ضمن التربوي، هي التربوية، وهي المناطق كلها صارت الموجودة هون كلياتها تحت سيطرتنا. ضل عندنا البرجيات، البرجيات صايرة عجية اليمين كمان. الحمد لله الشباب اليوم تمركزوا بالبرجيات. الاشتباكات في برزة توصف بالأصعب نتيجة وجود ممرات إجبارية وأنفاق طويلة ومتعددة وتحصينات وأزقة ضيقة وأبنية عشوائية. بين الكتلة والكتلة ما في شارع، الشارع بتتراوح بين 4 أمتار تقريبا. مشان هيك بدك تستخدم دبابة، بدك تستخدم مدفعي نادر جدا. مشان هيك اضطرت شلون تقاتل ضمن الأنفاق والأبنية. الأبنية المشكلة اللي عاملينها هن إنه مدشمين 5 6 بيوت على بعض. الكتلة الأساسية بتكون الأولى مدشمة لقدام، بيكون فاتحين عبارة عن طلاقيات على بعض، بحيث حتى إذا بتقتحم بيكون شايفك من آخر، من ثالث أو رابع بيت. من هذا النفق كانت سيارة الدوشكا التابعة للجيش الحر ترمي على وحدات من الجيش السوري، ثم تعود باتجاه الشرق. هذا النفق يمتد حوالي 200 متر باتجاه الجهة الشرقية من البساتين الواقعة شرق برزة. الأنفاق عبارة عن أنفاق، يا أما بتكون من بناء من كتلة لكتلة، بيكون النفق طوله عبارة عن 50 ل 75 متر، أحيانا بوصل ل100 متر، أو أحيانا من كتلة بيكون فاتح طلاقين لبرا بس كرمال أنه يتفادى ضربة المدفعي أو ضربة الدبابة إذا رمت عليه. عمليات الجيش السوري تكاد لا تتوقف في برزة، تقدم لافت في ظهرة المصطاح كمعقل مهم للجيش الحر يشرف على المنطقة بأسرها. محمد الخضر من برزة شمال دمشق، الميادين. ميدانيا أيضا نبقى مع خارطة توزع المعارك على الأراضي السورية، ولا سيما في ريف حلب وريف دمشق وريف درعا. الزميلة غادية غنطوس والتفاصيل. السلام عليكم. بعد سيطرة القوات السورية على خناصر وسفيرة اللتين كانتا بمثابة خطوط دفاعية للمسلحين، يستعيد الجيش السوري السيطرة على منطقة اللواء 80 المسؤول عن أمن مطار حلب الدولي. هذه السيطرة ستعزز خط الأمان للمطار والمناطق المحيطة به امتدادا نحو مطار النيرب العسكري. باستعادة اللواء 80 والسيطرة على الطريق الدولي لحلب الرقة في المنطقة الممتدة بين جسر المطار ومفرق سفيرة، يكرس الجيش سيطرته على طول خط إمداد المسلحين في الريف الشرقي، ويقيم حائط صد في وجه الإمدادات الآتية من ريف حما الشرقي بمد نفوذه على طريق سلمية أثرية خناصر وصولا إلى سفيرة فتل عرن وتل حاصل اللتين عادتا إلى سيطرة الجيش السوري أخيرا. وفي ريف دمشق تمكن الجيش السوري من استعادة مناطق البحتالية والذيابية والحسينية والبويضة وسبينة في ريف دمشق الجنوبي، وتقدم في مناطق واسعة من الحجيرة. السيطرة على السبينة أمنت بشكل نهائي طريق أوتوستراد درعا الواصلة إلى منطقة القدم والكسوة، ما يجعل الطريق مفتوحة أمام وحدات الجيش السوري باتجاه الحجر الأسود ومخيم اليرموك. وكان الجيش قد استعاد معظم مناطق محيط مطار دمشق الدولي في شبعة وحتيتة التركمان في الجنوب الشرقي لغوطة دمشق، ليستكمل التقدم باتجاه الشمال الشرقي ويكمل فك الكماشة باتجاه عدرا والضمير. مناطق القلمون في ريف دمشق الشمالية ما زالت تحت سيطرة المسلحين، كذلك حرست دوما زمالك عربين ومليحة في الغوطة الشرقية لكن تحت رماية الجيش السوري. وفي ريف درعا يسيطر المسلحون على أجزاء واسعة، فيما لا تزال المدينة تحت سيطرة الجيش السوري مع تسجيل اشتباكات على أطرافها من حين إلى آخر. أما الطرق الأساسية للمدينة وعقد المواصلات باتجاه الحدود الأردنية فكلها لا تزال تحت سيطرة الجيش السوري. التقدم الذي يحرزه الجيش السوري في أكثر من منطقة يعزز موقف الحكومة الميدانية، الأمر الذي يوسع هامش المناورة السياسية أمامها ويحسن موقعها التفاوضي في جنيف 2. عودة لمتابعة النشرة.
من جديد أهلا بكم. فيما يحاول الأكراد ترسيخ دعائم إقليمهم الفيدرالي الشمالي العراق عن طريق سن دستور خاص بإقليم كردستان، يسعى المسيحيون من الكلداني والأشوريين إلى تثبيت حقوقهم القومية والسياسية في الدستور الكردستاني. الأحزاب المسيحية نجحت في إقناع لجنة إعداد مسودة دستور الإقليم بتثبيت مادة دستورية تضمن المسيحيين إدارة المناطق التي يمثلون فيها الغالبية بأنفسهم عبر إقرار نظام الحكم الذاتي. يضمن هذا الدستور الحقوق القومية والثقافية والإدارية للتركمان العرب الكلدان السريان الأشوريين. اختار مشروع الدستور في إقليم كردستان للأقليات وضعا خاصة. النائب عن المكون المسيحي سالم توما يرى في منح الأقليات ومنهم المسيحيون حكما ذاتيا سينعكس بالإيجاب على تمثيلهم البرلماني والحكومي في الإقليم بعدما تعرضوا إلى استهداف ممنهج طيلة سنوات. الحكم الذاتي في لهذا المكون ومكون التركماني في الأقليم سينعكس إيجابا على دورنا السياسي كأحزاب سياسية وأطراف سياسية. بلدة عنكاوة ذات الغالبية المسيحية في أربيل مرشحة لأن تكون عاصمة للمسيحيين في إقليمهم الجديد الذي يشمل ناحية بيروي ومنكيش وكلماس وديانة وبعض المناطق من سهل سندي ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان. منطقة حكم ذاتي هذا سيكون حافزا قويا لثباتنا في أرضنا، لأنه لحد اليوم هناك منح تمنح للأقليات. 6 مقاعد للمسيحيين في برلمان كردستان من أصل 11 مقعدا للأقليات وفق نظام الكوتا. برلمان كردستان يرى في دستوره المقترح ضمانة للحفاظ على هذا المكون، حتى التدريس في بلغتهم في مناطقهم الذي هم يشكلون الأغلبية. ستكون هناك خطوات عملية لكي يتمتع ويمارس الإخوة المسيحيين صلاحياتهم الإدارية والسياسية في المناطق الذي يشكلونهم الأغلبية. وفي حالة إقرار الحكم الذاتي للمسيحيين فسيكون هناك برلمان مستقل منتخب من قبل الكلدان الآشوريين سينتخب رئيس السلطة التنفيذية، كما سيعين الحكم الذاتي المحاكم الخاصة بالأحوال الشخصية. هذا ويسعى المسيحيون إلى إلحاق سهل نينوى الذي يتمركزون فيه إلى كردستان لتوسيع حدود إقليمهم الذي سيولد إذا ما أقر الكردستانيون دستورهم الجديد. محمد كريم أربيل، الميادين. وينضم إلينا في الاستديو السياسي العراقي انتفاض قنبر. أهلا بك سيد قنبر السياسي العراقي. أبدأ معك، الحكم الذاتي للمسيحيين اليوم في كردستان، ما هي إيجابية هذا الأمر وما هي مخاطر هكذا قرار؟ أولا احنا لا يجب أن نتذكر ما حصل من مأساة في كنيسة النجاة. أنا حضرت من أول الذين ذهبوا إلى كنيسة النجاة بعد الجريمة الشنعاء التي قامت بها تنظيم القاعدة الإجرامي وقتل حتى طفل عمره 2 سنين أطلق الرصاص في رأسه، وكانت شعاراتهم تردد في العملية في كنيسة النجاة أنكم كفار يجب أن تقتلوا. لذلك هناك شعور خوف كبير في لدى الأخوان المسيحيين في العراق، وأنت تعلمين كذلك هناك هجمة على المسيحيين شرسة من قبل تنظيمات القاعدة والتنظيمات المتطرفة في سوريا اليوم. صحيح. وقتل الكثير منهم، لذلك هذا ولد شعور بأن هناك يجب أن تكون هناك حماية ونوع من الاعتزاز بالذات، لأنه كل الإحصاءات الدولية تشير إلى تناقص عدد المسيحيين في الشرق الأوسط بشكل مفجع وبشكل مخزي. أن تترك هذه الطائفة التي هي أساس العراق، لأنه الأشوريين هم أساس العراق والكلدانيين هم أساس العراق وكان هناك قبل العرب في العراق. صحيح. يذهبون ويتركون وطنهم الأصلي ويذهبون إلى أمريكا وأستراليا والدول الأوروبية. أنا أعتقد هذه مبادرة جيدة، وأنا أعتقد من حق، وحتى في الدول الغربية المتطورة هناك حالات مماثلة. يعني هناك في أمريكا مثلا في مدينة فيلادلفيا طائفة الأميش التي تعيش بموجب القرون الوسطى ولا ترفض التكنولوجيا محترمة ولها كيانها وتمارس شعائرها ولها مدارسها ولها حتى محاكمها، والحكومة المحلية في المنطقة تسمح لهم بذلك. فإذا كان هذا يؤمن، يعني في العراق الناس تعيش على أنقاض الخوف من الماضي ونظام صدام. هذا الكلام مهم، يؤمن المسيحيين، لكن ما مخاطر هكذا قرار وانعكاساته على العراق تحديدا؟
لا أعتقد هناك مخاطر الفدراليات. لا أعتقد هناك مخاطر لأنه المسيحيين كيف لا لكل طائفة في تأتيك في الغد أي طائفة تطرح أن يكون لها قسم من هذا الأرض أن يكون لها دولة بكل مرتكزات الدولة ولها عاصمة وبالتالي أولاً هناك أولاً لا عراق. الدستور العراقي وأنا من الذين القليلين أن تلتقين بهم أنا حضرت كتابة الدستور لم أكن مشاركا في كتابة ولكن كنت مع الدكتور أحمد شلبي في كتابة الدستور. الدستور العراقي أمن الحق لأي محافظة بالعراق أن تتحول إلى فدرالية والفدرالية في العراق هي حماية لوحدة العراق وليس تجزئة للعراق لأن العراق يجب أن يبقى سوية والعراقيين تجربة كردستان مشجعة لهم. نعم أكيد الأكراد كانوا عامل كم من خلافات بين الحكومة المركزية وبين حكومة إقليم كردستان اليوم يعني إقليم كردستان يتصرف على أساس أنه دولة قائمة بحد ذاتها لا هذا ليس صحيح إقليم كردستان أنا متحيز إلى الأكراد قد أتهم ولو أنني لست كرديا لأن الأكراد ساهم مساهمة فعلية في إسقاط نظام صدام الدكتاتوري والأكراد ساهموا مساهمة فعلية في كتابة الدستور والأكراد ساهموا مساهمة فعلية في حتى الخروج بنتيجة لأن يكون أنا لا أقلل من نور المالكي رئيس الوزراء الكرد في العراق لكن أتحدث عن مخاطر الأقاليم انتشار الأقاليم. الأقاليم هي الأسلوب التي تحكم فيها الدول المتقدمة الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا نظام فيدرالي سويسرا نظام فيدرالي الفيدرالية الدول الحديثة يجب أن تبقى سوية على أساس التحابب والتفاهم وليس على أساس الإجبار. أما الخلافات فهذه سمة الديمقراطية ويجب أن نتقبل هذه الخلافات على أساس الحكم والحكم في هذه الحالة هو الدستور العراقي. طيب. اسمح لنا سيد قنبر أن نشرك معنا من أربيل ينضم إلينا النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي عيسى. أهلا بك سيد مهدي. يعني هذه الخطوة من قبل الحكومة الكردستانية ألا ترسل الفيدرالية في العراق؟ نعم في البداية أرحب بكم بضيفكم الكريم. أهلا بك. طبعا كما أشار السيد الضيف الكريم بأن فعلا العراق يعني فيها مكونات كثيرة وأطياف وبهذا يكون العراق يعني فيها في يعني حديقة ملونة فعلا والمكون المسيحي يعني فعلا تاريخيا لهم جذور تاريخية في العراق وكذلك أصبحوا الآن يعني في مناطق كثيرة فعلا مستهدفين من قبل الإرهاب وفي الأقليم أعتقد احتوت يعني يعني بسبب وجود الأمن في المنطقة في مناطق كردستان يعني احتوت الكثير أو العشرات من الأخوة المسيحيين وأعتقد حتى الموجودين في الأقليم أيضا يعني مكونات مسيحية راسخة في الأقليم وشاركوا مع الكرد جنبا إلى جنب كما تعلمون ما في ثورة أيلول مع الرئيس الكردي نعم. ملا مصطفى البرزاني وفي ثورة أيلول أيضا وفي إسقاط النظام أيضا وهم مشاركون في كثير من يعني حتى الآن في المناصب. طب لماذا دائما نذهب باتجاه التقسيم؟ الفيدرالية هي نوع من أنواع التقسيم. طيب لماذا لا نتحدث عن متحد اجتماعي واحد، عن مجتمع عراقي واحد؟ لماذا الآن المسيحيون يذهبون باتجاه فيدرالية باتجاه حكم ذاتي؟ غدا سنرى الطائفة أخرى مكون آخر من المجتمع العراقي يذهب أيضا ومن حقه أن يطالب بدولة ويصبح العراق دويلات. ألا يساهم هذا في إضعاف يعني العراق ودوره؟ نعم نعم يعني أعتقد يعني بأن الحل الوحيد في العراق هو وجود الأقاليم وحتى إذا كانت هناك محافظات يعني عربية متعددة محافظات كثيرة لا يؤثر ذلك على نوع الإدارة في الحكم في العراق وهذه كانت يعني مسألة الشمولية والحزب الواحد والقومية في العراق
المشكلة منذ تأسيس أو تأسيس الدولة العراقية بالأحرى. نعم. وفرغت الأخوة يعني الشوفينية خاصة في الحكم في العراق، واستبدت يعني بالقوميات الأخرى. فالدستور العراقي الآن يعني فيها الكثير من المسائل، وحققت الكثير من الإنجازات بهذا الاتجاه. شرع القوانين وفق الدستور العراقي بضرورة أن يكون هناك أقاليم للمحافظة ولعدة محافظات. والأخوة المسيحيين مثلا في الأقليم، في أقليم كردستان، يعني الدستور الأقليمي في المادة 35 ضمنت لهم حقوقهم إذا كانوا هناك أغلبية في المنطقة ما يستحقون من حكم ذاتي فيه، وليس هم وحدهم، وإنما ثبت الدستور الكردستاني يعني بأن يكون هناك حتى الأخوة العرب إذا كانوا موجودين في الأقليم، والتركمان والكردستانيين والألمان إذا كانوا يطالبون بمناطق حكم ذاتي. فنحن خاصة في الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن مع مطالبهم، لأننا كما يقال كوينا من مسائل هذه، وتحملنا المصائب. أشكرك. المشاكل، ولا بد لنا أن نكون ضمن المناضلين والمنتخبين. نعم. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أربيل النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاج عيسى، شكرا جزيلا لك، وأعذرني انتهى الوقت. نعود إلى الاستديو سيد قنبر السياسي والعراقي. طيب، برأيك ذكر الضيف الكريم من أربيل أن هذا الأمر قد يؤمن حماية للمسيحيين بما أنهم هم أصبحوا مستهدفين. طيب، هل الإقليم الحكم الذاتي لهم، ما الذي يمنع إذا كان المخطط، وكما ذكرت أن هذا ما يحصل في سوريا للمسيحيين وكذلك في مصر، طيب ما الذي يمنع من استهدافهم مجددا؟ هو لا يمنع استهدافهم، ولكن يسمح باحترام ما يطلبونه، وهو شيء مشروع. بعد أن يستهدف شخص، عندما تستهدفين عند ذلك سيكون لك مطالب لحماية شخصيتك وحماية هويتك ولحماية دينك ولحماية شعائرك. طب ألا يأتي هذا من تقصير في حكومة أربيل؟ بالعكس، الحكومة الكردية استطاعت وبنجاح ساحق أن تحمي المسيحيين الموجودين في منطقة كردستان. لماذا إذن يعتبرون كل ما حتى رأينا في التقرير مع الزميل بأن هذه جزء من الحماية التي يطمح لها المسيحي في أربيل، إذن هناك تقصير لأنه يبحث عن حماية، عن أمن، عن أمان. الحماية للهوية، يعني مثل ما الميادين تتشرف بأن تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهويته، كذلك نحن يجب أن ندافع عن حقوق الشعوب الأخرى وهويتها. كل شخص من حقه أن يطلب أن يطلب مطالب يدافع عن هويته، وهذا شيء مشروع حتى مقر في القوانين الدولية والأمم المتحدة. أشكرك جزيل الشكر، علما أن القضية الفلسطينية هي قضية مع احتلال إسرائيلي. على كل حال، شكرا جزيلا لك السياسي العراقي انتفاض قنبر. شكرا جزيلا على حضورك معنا. ما العناوين التي ركزت عليها الصحف العراقية الصادرة اليوم؟ التفاصيل مع غراسيا بيطار. السلام عليكم. أصداء زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى العراق، بالإضافة إلى تقرير أمريكي يسلط الضوء على حظوظ نوري المالكي بالفوز مرة ثالثة برئاسة الحكومة، هي أبرز العناوين التي ركزت عليها الصحف العراقية الصادرة لليوم الاثنين. ونبدأها مع صحيفة الصباح، ومن أبرز عناوينها إطفاء 75% من قيمة الشقق للأرامل والمعاقين. من عناوين الصباح أيضا، المالكي دعا تركيا للتعاون في مكافحة الإرهاب وتثبيت الأمن والاستقرار الإقليمي، العراق يمثل خط الاعتدال في المنطقة. من الصباح إلى الزمان، زيباري يعلن استمرار الخلاف مع داود أوغلو حول سوريا، محمود عثمان للزمان، أنقرة تطلب من بغداد دعم عملية عسكرية ضد مقاتلي أجلان بعد انهيار الهدنة. من عناوين الزمان أيضا، 6 مفخخات تضرب البصرة والديوانية والسماوة والحلة في جنوب العراق. إلى صحيفة الصباح الجديد،
وفي معشات هذه الصحيفة المالكي لأوغلو نريد علاقات طيبة مبنية على المصالح المشتركة، أنقرة تبدي استعدادها للتعاون الاستخباري مع بغداد. في الصباح الجديد أيضا من أبرز عناوينها: استعدادا للجولة الجديدة، محلل أمريكي المالكي يعزز فرص انتخابه لولاية ثالثة. إلى صحيفة العالم: الصلح مع العساوي يغضب صقور دولة القانون، وموقع المالكي ينفي تكليف الشبندر مرتين، رئيس الوزراء عن وزير ماليته المستقيل: لن أفوض شخصا متهما بالفساد والإرهاب. في العالم أيضا هناك عنوان لافت يتعلق بأوقاف كردستان التي تنتقد الجماعة الإسلامية، أعضاؤها رفضوا الوقوف لنشيد الإقليم. ونختم مع صحيفة المدى، ومن أبرز عناوين هذه الصحيفة: المفوضية تطمئن الناخبين، بطاريات شحن ستؤمن انتخابات نصف إلكترونية، بغداد وأنقرة تفتحان صفحة جديدة، وأوغلو يزور النجف وكربلاء. هذه كانت جولة على بعض عناوين الصحف العراقية الصادرة لليوم. السلام عليكم. والآن إلى صفحة الأخبار الاقتصادية السورية العراقية مع الزميلة إليسار كرم. من جديد يعطيك العافية. شكرا لك. أهلا بكم. الصناعيون السوريون يبدأون رحلة العودة إلى وطنهم، ونقلت صحيفة الوطن السورية أن 40 صناعيا سوريا عادوا أخيرا من مصر وباشروا العمل على إقامة منشآت صناعية في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية على الساحل السوري. وقدمت الحكومة السورية تسهيلات وحوافز إلى الصناعيين المهاجرين للعودة إلى البلاد، وكان هؤلاء الصناعيون قد نقلوا نشاطهم إلى مصر بعدما تعرضت منشآتهم للتخريب والنهب في مدينة حلب. مجموعة العمل لإعادة بناء الاقتصاد السوري تجتمع الشهر المقبل في العاصمة الكورية الجنوبية سيول. وزارة الخارجية الكورية أشارت إلى أن الدورة الثالثة للمجموعة ستعقد بحضور ممثلين عن الإمارات العربية وألمانيا والدولة المضيفة. وكان من المتوقع أن يعقد الاجتماع في مطلع شهر أيلول سبتمبر الماضي، كما سعت الحكومة الكورية الجنوبية إلى عقده في نهاية الشهر الحالي، لكن لم يحدد جدول زمني لأسباب مختلفة. وتعد مجموعة مجموعة العمل جزءا من أنشطة دبلوماسية تقودها مجموعة أصدقاء سوريا التي تضم 70 دولة. زراعة الزيتون في سوريا ضحية جديدة للصراع. إنتاج البلاد من هذه الثمرة ومن زيتها تراجع إلى النصف وفق معطيات الأمم المتحدة، وبعدما كان الزيتون ومنتجاته يسهمان في 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يعودا واردين على جداول الاقتصاد الوطني. تقرير الزميلة تيما روماني. سوريا التي كانت من أكبر دول العالم إنتاجا للزيتون تعاني اليوم تراجعا في الإنتاج إلى أكثر من النصف. إدلب، المحافظة الأكثر شهرة في سوريا في إنتاج زيت الزيتون، تعاني اليوم من أخطار محدقة بسبب المعارك التي تطال قرومها. خطورة عملية القطاف لم تمنع المزارعين الذين يواصلون جني المحصول ونقله إلى المعاصر من تأمين قوت يومهم. ورغم فرار الكثير من ملاكي الأراضي نحو لبنان وتركيا، إلا أن المزارعين الذين لم يجدوا بابا للهرب كان موسم الزيتون هذا العام بمثابة فرصة لهم لجني مدخول رمزي وإن كان محفوفا بالمخاطر. هاي الأراضي أصحابها تقريبا نصهم بلبنان ونص بتركيا، فعطونا إياها بالمحاصصة. نحن منحوش الموسم بالنص، بنعصر الزيت ونص الزيت إلنا ونص له. زراعة الزيتون في إدلب باتت مهنة خطرة، ومحصولها الذي كان ينتشر في البلاد لم يجد سوى في التهريب نحو تركيا ودول الجوار مجالا للتسويق. والزيتون الذي كانت منتجاته تشكل 3.5% من دخل البلاد ونحو 10% من قيمة الناتج الزراعي، لم يعد من الموارد التي تحتسب ضمن الدخل القومي السوري. رفعت أعمال التوسعة التي تشهدها الموانئ العراقية القدرة الاستيعابية فيها إلى 1,000,000 حاوية سنويا، بعدما كانت لا تتعدى 59,000 حاوية سنويا، وفق محافظ البصرة ماجد النصراوي. النصراوي قال إن مشروع القرية اللوجستية في أم قصر أسهم في تطوير الاقتصاد العراقي بعد منحه فرصة إعادة التجميع داخل الأراضي العراقية واختصار الكثير من الإجراءات المعرقلة، حيث ستسهم القرية اللوجستية في توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل جديدة.
ختام الموجز وعودة إليك سلمى. اليسار كرم، شكرا جزيلا.